السلام عليكم، اهلا بكم النهارده حلقه جديده من اللقمانيه. يعني وحشتونا اخر مره كنا معاكم على الهوا، كان يوم الخميس طبعا زي ما انتم عارفين. الجمعه طبعا كان اذن الله وان رجعون، كان في حاله وفاه على مستوى العالم كله طبعا ما طلعناش. السبت والحد لقينا حلقات مسجله. الحد عدى على مصر بشكل سيء جدا امبارح، اتمنى يا رب يكون اخر الايام بالشكل الوحش دوت ويهدي كل من كان، لان الموضوع مش مستحمل موت واصابات وكنابل ومفرقعات وتدمير. كل ما بيطلع خطوه قدام بنرجع 50 ورا لمصلحه مين مش عارفين. اكيد 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 ال20 اللي ماتوا امبارح وال80 المصابين ما هم مصريين ايا كان هم منين. مين اللي مصلحه موت الناس دي؟ محدش عارف. مين اللي مصلحه يحط كنابل ويجيبها منين ويصرف عليها منين، يحطها في كل حته تدمر الناس ويدمر الشرطه على اساس ان هم كفره، ويدمر الشعب على اساس ان هم مش مصريين، ويدمر الاماكن هي مش ملكه. في حاجات بتحصل احنا مش عارفينها في ايه. وتشوف في التلفزيون ترماي بيولع وناس واقفه بتصور. بتطفي يا عم، مالك واقف ليه؟ ليه؟ ايه فكرتك؟ بقول لك ترماي بيولع، هو عربيتك هتسيبها تولع؟ ما تحط تراب ولا ميه، هو اطفي. بتصور على ايه؟ واللي يغيظك اكتر ويضحكك اللي واقف بيصور والتليفون مقفول. هشوفوها واقف عامل كده والتليفون مطفي. في ايه يا جماعه؟ حاجات بتحصل محدش فاهمها. مننا فينا حد جديد جاي علينا؟ اكيد طبعا لا. احنا في تفكير معين ماشي، انا ما اعرفش في ايه، بس ربنا يهدي وربنا يرحم اللي ماتوا. صعب على الاهالي اكتر من الناس اللي بتشوف ان ابنك يكون نازل ولا بنتك نازله وما يرجعش. صعب قوي، وصعب وقال عن كمان انك انت تبقى مش في دماغك اللي يحصل كارثه زي دي وبتحصل. شكلنا بقى زياده على اللزوم مش عارف، بس انا يعني انتوا عارفين انا بتكلم زي اي حد بيتكلم. انا ولا سياسي ولا بفهم في السياسه، انا جاهل سياسه، بس الكلام اللي بقوله على لسان كل واحد مننا. فدي حاجه تزعل، حاجه تاسف قوي، وربنا يهدي. بس فكره الكنابل المنتشره دي بومب هو في رمضان في ايه؟ يلا ربنا يهدي وياخد اللي ما بيحبش بلده. طيب يوم الاثنين كالعاده بتعمل اكل سمك. اي نعم ملهاش طعم النهارده ليها نفس، بس يعني لازم نعمل اكل، مش هينفع ما نعملش اكل. عفوا، هختار اربع اطباق اسهل من بعض. ممكن نعمل سمكه قاروص زيت وليمون، وممكن كمان نعمل سمكه الحنشان مدفونه، وممكن كمان نجيب حبه سي فود مشكلين نعملهم طبق باستا حلو او طبق النجريسكو بالطماطم وصوص البشاميل والجبنه. وكمان عندي سلطه، كمان سلطه البتنجان بالثوم والفلفل الرومي والطحينه وحبه تحويجه كده، تحبيشه على تحويجه يعني. والموضوع سهل جدا وبسيط ان شاء الله. تعال اطلع فاصل، بعد الفاصل نظبط الامور في اكل السمك كده على السريع. اهلا بكم مره تانية مع الامانيه. طيب قبل الفاصل كنت بتكلم مع حضراتكم النهارده على اربع اطباق اسهل من بعض. طاجن الحنشان كشكل مدفونه بالرز المصري والبصله الملسوعه، هنشوف بتعمل ازاي واحده واحده. وكمان الطبق الثاني هعمل طبق باستا كده سريع هيتعمل، او طبق نجرسكو بنوعين من صوص الطماطم والصوص الكريمه لو حبيت. والطبق الثالث هيكون طبق سهل برضو سريع، طبق سمك القاروص بس بالزيت والليمون، وكمان ممكن نعمله صوص لو حبينا تاني، صوص يكون يعني سبايسي شويه، هيكون له طعم مميز. هخش في اول حاجه طبق الحنشان او طاجن الحنشان بشكل بسيط جدا وملوش يعني وقت كتير جدا غير ان هو بس يتعمل مظبوط. الحنشان طبعا ليها مزاج وناس كتير جدا بتعشقها، بس اهم حاجه تتعمل مظبوط. انا اول شيء هشتغل فيه هجيب عندي معلقه زيت هنا، حلو الكلام، وهبدا احمر بصلايه تتحرق شويه عشان البصلايه دي هي اللي هشتغل بيها للرز، وسيبها شويه وتتلسع براحتها. ده الطاجن اللي هشتغل بيه، وده السمك الحنشان. سمك الحنشان هو سمك نيلي ومميز جدا وله طعم عالي قوي، ولكن لازم يتعامل مظبوط. انا بحب افتح السمك كويس بالشكل ده كده كده من جنب السلسله كده، وهبدا كمان هبططه كويس قوي عشان يستوي بسرعه معايا
اهو. واجي برضو نفس الموضوع في الاواخر وهعمل كده. واجيب عندي مبط اللي هو يعني شويه يكسر اي عظم قدامي اهو كده ماشي كده. وهقطعه بالشكل ده عشان يستوي بسرعه. والحته الاخيره برضو نفتحها كويس ونقطعها كده ونتبل واحده واحده. تبلتي ما فيهاش اي حاجه صعبه خالص غير ان اجمعهم كلهم كده. حلو الكلام. وهبدا هشتغل واحده واحده في التتبيله. رقم واحد عندي الليمون الفريش، اتنين التوم، وبعد كده اي حاجه تانية في ايديا انا عايز اشتغل بيها براحتي. نجيب معانا الاول صغيره. حلو الكلام كده اهو. ونجيب اول حاجه معلقه التوم اهي معلقه كبيره، والهريسه طبعا تكون موجوده، وعندي ليمون فريش. ممكن احمره الاول ممكن نسيبه زي ما هو، وكمان معلقه خل، معلقه شبت صغيره، تقليبه حلوه كده لبصلات الرز حرق كويس. وهبدا احط عندي بهاراتي، حبه ملح، بهارات على كمون، بهارات سمك ماشي الكلام. وممكن كمان لو حبينا حبه فلفل اسمر. ونقلب كويس جدا. دي تتبيله حلوه وجميله جدا. عندي حاجه من الحاجتين، لا اما احطهم بدقيق وابدا احمرهم برده ما عنديش مانع، او زي ما هم كده هبدا اشتغل فيهم ني في ني واحط عليهم رز المدفونه. رز المدفونه او رز الصياديه ما فيهوش حاجه صعبه برده غير ان هو بيتعمل بطريقه حلوه. اول الكلام بصلايه ملسوعه شويه، حط عليها كمان دلوقتي حبه كمون عشان تديني الطعم كويس اللي عايزه. هنشوف واحده واحده. معلقه كمون كده، وحبة كزبرة مش كتير، وهقلب كويس جدا. في ريحة طلعت من لسعة الكزبرة بالبصل بالشكل دوت. وانا شغال اجيب حلة عند تاني عشان الطماطم واشتغل واحدة واحدة. الباستا تسخن كويس ونشوف هنعمل ايه هنا كده. ده بقى زي الفل. هشوح الرز بالمرة، كوباية الرز المصري المغسولة، ويتشوحوا مع بعض. وازود تاني من عندي زبدة عشان تبقى معايا الرز متطعم غير الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصلاية كده. من عندي لو حبينا نخليها سبايسي اكتر ممكن نشوح مع البصلاية حبة فلفل حار كده. قلب كويس جدا وهتبله عادي جدا زي ما بعمل حبه الرز المصري بتاعنا بحبه ملح، وهسيبهم شويه. اول ما احس ان خلاص سخن الرز وتمام تمام وقت التشريب هبدا اضيف كله مع بعضه وادفن بالسمك واحط عليه على طول المرقه بتاعتي او الميه السخنه بتاعتي وتمام تمام. لو انتم فاكرين الاسبوع اللي فات كان عندي مرقه السمك اللي طلعناها من السمك القشر البياض، المرقه طلعتها من الفريزر النهارده الصبح، مرقه السمك وسيبها عندي هادية وزي الفل ومتصفية وما وبتغلي، بس هاكل رز النهاردة بمرقة سمك مظبوطة. طيب دي أول حاجة. موضوع النجرسكو اللي هعمله النهاردة هعمله بنوعين صوص، صوص كريمة بالجبنة والريحان ده حاجة، وصوص طماطم بالزيتون دي حاجة تانية. صوص طماطم ده سهل جدا برضو، بصلية ناعمة مع معلقتين زيت في البداية عفوا كده الاول الزيت تبقى موجوده. دي بصلايه ناعمه وهسيبها تتشوح شويه مع فص ثوم ناعم كده، وهسيبهم يعيشوا حياتهم وتمام تمام. النجرسكو اللي هعمله بمكرونه شرايح، مكرونه سباكيتي، ايا كان الموضوع. عصير الطماطم هبهره من دلوقتي
عشان ينزل يتقلب ويعيش حياته. معلقة توم باودر على بصل باودر، معلقة كمون، وهجيب عندي صلصة طماطم، وهجيب عندي كمان حبة ممكن نص مكعب مرقة عشان أسبك كويس جدا الصوت بتاعي. الرز هنا سخن، ناقص على التشريب بس كده. وإيه تاني؟ نبدأ نفرم مكعب مرقة نحطه في النص عشان نسبك الصوص. كده. وحبة ملح. ممكن حبة هريسة لو حبينا، ونقلبهم مع بعض. كده. هنا الرز ده خلاص خلص، عايز ياخد بس حبة المرقة. تعالى عفوا، هنا كده هوسع لنفسي حاجة من حاجتين، لا اما هبدأ هشتغل على النار او هدخل الطاجن. انا عايز ادخله في طاجن عشان استطعم بالامور. الطاجن موجود قدامي، وهبدا احط عندي بالشكل ده السمك اللي متبل اهو، قطع صغير، وعارف باذن الله طبعا ان هيستوي بسرعه لاني انا مقطعه صغير ومتبل كويس. هسويه كده اهوت. لو عندي كمان بصله محمره زي بتاعه الكشري كده اكيد الموضوع هيختلف. كده وده كده. انا عايز الرز يسخن كويس، ممكن كمان هشوف بس الاول في التلاجة. اهي قدامي معلقه ثلاث طماطم تسخن، تسخن كويس اهي. احط معلقه كمان هنا، ونقلب الرز يسخن كويس عشان خاطر هنعمل فيه حركه حلوه قوي دلوقتي. خلينا نبص على صوص الطماطم. البصلايه بدات لسه، هو ده المطلوب. حاضر. ده اول ما خلاص حسيت ان هو سخن وتمام التمام، هعمل ايه؟ هجيب الرز وابدا احطه على السمك في الطاجن، وهساوي كويس، وانا جايب عندي المرقه السخنه واعمل كده. بسم الله. غطي كويس قوي الرز، بنروح جايبين ورق الومنيوم، كمرين كويس قوي الرز السخن دوت مع المرقه السخنه كده، وندخل الفرن ونشوف الاخبار ايه بعد ما يستوي. انا دلوقتي خلاص عملت اول طبق، تاني طبق اشتغلت فيه صوص الطماطم اللي هعمل منه النجرسكو، هيبدا يتسبك دلوقتي اهو، وهجهز له برضو صوص الكريمه مع المكرونه والسيفود. لما نرجع ان شاء الله هبدا اشتغل بالسيفود بشكل بسيط. ناس كتير ممكن تتخيل ان السيفود ممكن يشغله ني جوه المكرونه والصوص. صوص البشاميل او صوص الاحمر هياخد وقت شويه في التسويه بتاعته، ولو انا سبكته من دلوقتي على ما اعتقد ما ينفعش ان يكون مستوي كويس، واسوي كمان عليه كابوريا وسيفود وجمبري و و و، فخلي ده التسويه لوحده. حضر له طاسه سخنه كويس قوي، ونشوحه بحبه ثوم وحبه كمون، ونشوف هنعمل ايه بعد الفاصل. اهلا بكم مره ثانيه مع لقمة هنية. طيب سامحوني معلش يا جماعه، صوت النهارده يعني تخين شويه، كنت عندي دور برد، فخلاص الحمد لله طلع، بس اللي فاضل منه بس حبه كحه، حبه صوت كده تخين، بس ان شاء الله كده هيعدي على خير. طيب من شويه حطينا طاجن الحنشان المدفون بالرز في الفرن، ودلوقتي عملنا صوص الطماطم بيتسبك وتمام التمام زيه، حبه صوص بشاميل بالزبده والدقيق، احنا عارفينه ما فيهوش تهريج ولا في اي حاجه صعبه خالص. طاسه سخنه، معلقه زيت، واشوح كويس جدا حبه النجرسكو او السيفود اللي اتحط في النجرسكو بالشكل ده اهو،
ويتشوحوا ويتبلوا كمان، ما يبقاش محطوط كده يعني بزفرته، لازم يتبل كويس. اهو كده حبة سي فود مشكلين، فيهم كابوريا، فيهم كاليماري، فيهم جمبري، فيهم اي حاجة انا عايزها. تبلهم بايه بقى؟ بحبة فلفل اسمر كده، وكمان حبة ملح مش كتير، وفص ثوم ناعم جدا اهو، وهبدأ اقلبهم كويس في ريحة حلوة بتبان في التتبيلة، عشان برضو اقارن تسوية الصوص مستوية، والتسوية كمان السي فود لازم يكون مستوي، والجبنة والريحان والحاجات دي كلها تتحط كماليات، والمكرونة مستوية قبل أي شيء. وزي ما انتم شايفين هو مفيش وقت وخلاص استوى كده، حبة الملح والثوم اللي حطيناهم ادوا ريحة عالية جدا. ونبدأ بعد كده نعمل الخليط براحتنا. صوص الطماطم بدأ يتسبك وهو ده المطلوب، ونشوف هنعمل ازاي الطبق ده. عايز وانا شغال كده اجيب بوله فاضيه واعمل تتبيله للزيت والليمون، هحشيه كرفس واعشاب وهروقه كده على مزاجي. معلقه فلفل حار واحده، معلقتين ثوم، معلقه خل، زيت زيتون حلو الكلام، ليمون فريش حلو كده، وكمان حبة توم باودر على بصل باودر، كمون على بهارات سمك، حبة بابريكا، هجيب الأعشاب اللي بتكلم عنها بس أنا كنت رايحها شوية في مية عشان تبقى في الأمان، نجيب عود روزماري كده ونشيل خالص، ومش هرمي العيدان، هوريكم هنعمل فيها إيه دلوقتي. دول كده، ده العود بالشكل ده، وهفرمه فرمه سريعه ويحطه عندي في التتبيله. هنا السي فود ده خلاص خلص جاهز على الحشو، وصوص الطماطم نفس الموضوع. طيب عفوا، تعال نجيب كمان سمكتين حلوين نشتغل بيهم. سمك القاروص حلو وسط كالعاده، بعمل الحركه بتاعتنا خلاص كده، حطينا هنا ايه كل حاجه، فاضل حبه ملح ماشي الكلام، وايه كمان بس كده خلاص زي الفل. هقلبهم تقليبه حلوه على السريع عشان ده اللي هحشي بيه. القاروص يتشرح بالشكل ده عشان كل حاجه تبقى جوه التتبيله كويس. هجيب عندي التتبيله واعمل كده وحش كويس من جوه من بره التتبيله كده اهو، اعشاب بكل حاجه. وهجيب عندي الصينيه فاضيه واعمل ايه بقى؟ هجيب ورق كرفس بصل، ورق الكرفس، وادي البصل، وادي الليمون كارضيه اهو عشان السمك يستريح عليها كده ماشي الكلام اهو. بعد السمكة التانية والتتبيلة كمان تبقى على الوش، الأعشاب، وأجيب الليمون وأبدأ أزود بالشكل ده، فلفل حار لو حبيت، وكمان حبة زيت زيتون على الوش، ودخل الفرن. ممكن نغطيه ممكن لا، خلينا نغطيه مبدئيا عشان ما خليش الفرن يحرق زيت الزيتون فيطلع الاكسده فيبقى ريحته مش حلوه، وبعد كده ممكن في تسويته او في الاواخر التسويه
هبدا هفك شويه الورق الالومنيوم ده واخلي يشم شويه الزيت النقش كده ويخش الفرن. الدور التحتاني الرز مش هفتح عليه وهسيبه خالص براحته. طيب تعالى نحط النجرسكو بالمره الفرن ونشيل الكلام ده خالص. النجرسكو الصوصات بتاعتي جاهزه والمكرونه وكل حاجه. هجيب عندي البوله بوله فاضيه وهمكس الخضروات مع المكرونه ومع السيفود ومع كل حاجه كده. ادي المكرونه مسلوقه وادي السيفود وفلفل اخضر او الوان حسب اللي عندي. صوص الطماطم هشتغل عليه واحده واحده. هجيب عندي معلقتين ريحان في النص كده، ادي واحده هنا والتانيه في صوص الطماطم، زيتون، جبنه، بقدونس، ادي الزيتون، ادي الجبنه، وادي بقدونس. حلو الكلام، يتمكسوا مع بعض على السريع كده. ماشي كده، وبعد كده نبدا نحشي. نلم بس المكان في ثواني ونحشي وندخل الفرن حالا. مش معرفش اشتغل بصراحه والدنيا هايصه كده. كده ثواني. تمام، نجيب الطاجن ونبدا نحط الاول حبه صوص طماطم من اللي متسبك الحلو دوت في الاول. صوص الطماطم في أرضية الباريكس بالريحان والمكرونة بالتتبيلة بكل حاجة حطيناها على الوش. كده ونحط كمان حبة صوص طماطم. ماشي الكلام، ونجيب كمان صوص البشاميل خف شوية عشان اتعمل وتقل، حبة لبن صغيرين قوي يخف وتحط كمان على الوش. ويحط عندي صوص البشاميل على الوش. كده اهو، وبكده الصوص يكون خلص. نحط عليه الجبنه. كده اهو، اي جبنه بقى بيحبها. وتخش الفرن. ده خلاص يعني ما فيهوش اي حاجه صعبه خالص غير ان هو يخش الفرن 10 دقائق 5 دقائق، يعني من 5 ل 10 دقائق ياخد اللون ونشوف هيبقى عامل ازاي كده. ده قبل ما اطلع الفاصل ده قلت اعمل الطبق الثالث. يبقى انا عندي تحت السمك الزيت والليمون عفوا النجرسكو، وعندي المدفونه، فاضل عندي بس السلطه. السلطه ما فيهاش اي صعوبه خالص، هعملها على السريع. جايب عندي بتنجانه متقطعه متحمره زي ما حضراتكم شايفين اهي، ويتعمل لها تتبيله طحينه وتكون متروقه كده. هنشوفها بس بعد الفاصل.
اهلا بكم مره ثانيه مع الامانه. طيب قبل الفاصل ثلاث اطباق في طريقهم للتسويه. الطبق الاخير هعمل صوص حلو جدا للسلطه دي، باذنجان محمر صغير قوي مكعبات، وحط عليه حبه دقيق ومتعفر ويتحمر على الطاسه على القلايه اي حاجه احنا عايزينها. طيب الصوص هعمله بطريقه سهله جدا، ونعمله بمعيار خفيف قوي ما فيهوش صعوبه ولا حاجه، والطحينه دايما بتاكل في السمك بالذات. يعني هجيب عندي طحينه خام، نقول مثلا معلقتين بالشكل ده كده مش كتير، هفكها بحبه خل كده وحبه ليمون وحبه ميه صغيرين قوي عشان يعني تبيض وتبقى فك كده شويه اهو بس كده، ونفك كده الطحينه واحده واحده كده لسه مكلكعه، قلب كويس تربط تعمل القوام اللي احنا عايزينه اهو. معانا يا استاذنا ده قوام مطلوب للطحينة، ولا أخف من كده ولا أتقل من كده أهو. تمام هبدأ أتبل وبهر على مزاجي. هديها إيه بقى؟ هديها عندي فص توم ناعم، لو حبيت سبايسي أديها حبة هريسة حبة شطة ما عنديش مانع أهو كده فص توم ناعم، وكمان معلقة بقدونس كمان واحدة، معلقة شبت ماشي الكلام، وحبة فلفل أخضر مفروم بصل أخضر ماشي الكلام، وحبة زيت زيتون، حبة ملح، كمون، شدة ريحانة خليها زي ما هي كده، وقلبهم كويس بالشكل ده كله مع بعضه كده، التتبيله خلصت. وهجيب معلقه واغرفها على الطحينه، اغرف الطحينه على البتنجان المحمر اهو. بالشكل دوت متشكرين، ونديها على الوش كده حاجة حارة وليمونة كده كده وكده مش أكتر من كده، تطلع على طول طبق تنجان محمر بالطحينة. طيب تعال طلع الفرن بقى عشان خلاص وقتنا جري، ونشوف الأخبار إيه. بسم الله تعال نشوف المدفونة اللي إحنا عملناها بالحنشان أخبارها إيه بالرز. ده الطبق اللي احنا عملناه الاول بالسمك التعبين اهو بالشكل ده، باين جدا. خلينا نشوف ونعرف ونتاكد استوى ولا لا عشان نعرف برضو بدل ما اخش المطبخ اعمله ولا اعلى يمكن نرسمه اهو. بص الرز يا جماعه اهو، بص الرز بقى عامل زي الرز المعمر، السمك بقى تحت بقى مع ميه الرز المتبله بالحلاوه دي اهو. السمك اهو شايفه يا استاذنا اهو، ده بقى تاكل من الطاجن على طول ما يتغرفش، ريحه الكمون والبصلايه المحروقه اللي لسعناها مع حضراتكم مع فص الثوم مديه ريحه قويه جدا، هو ده المطلوب في اكل السمك بالذات. تعال نشوف اللي بعده، النجريسكو تمام التمام زي الفل اهو، يطلع على طول زي ما هو بالجبنه وصوص الطماطم. بص حضراتكم اهو، ولا مازك ولا فاكك اهو كده ده كده زي الفل. تعال نشوف اللي بعده، الزيت والليمون بسم الله الله الله، ده مش محتاج حاجه بس غير نشوف اهو بالزيت والليمون خلص ما خدش وقت تتغرف بس على طبق زي ده كده، ونشوف المنظر عامل ازاي اهو.
بالكم عشان الدنيا هنا قلق سخنة جدا. ينزل كده على طول. والتانية نفس الموضوع. نفصلها بس كده من ورق الالمونيا ده. ايوه كده نطلع على طول بالشكل ده. حبة البهاريز دول بقى يطلعوا برضو معانا اهو. ده بقى اللي فيهم زيت الليمون اكتر اهو. البصله بتاعتهم بالكرفسايه اللي حطيناها بكل حاجه. بس كده. ده على ما اعتقد مش محتاج حاجه مني خالص. يعني هو كده شكله بحركات كل حاجه فيه، ما فيهوش اي حاجه ناقصه خالص غير يطلع على المقله. وبالهنا والشفا. اربع اطباق اسهل من بعض. معلش الحلقه شويه كئيبه بس انتوا شايفين الوضع. خلي الواحد يعني مش مبسوط من اللي بيحصل. كل المصريين كلها زعلانين من اللي بيحصل كل يوم في حاجات. يعني ربنا يعديها على خير. دي كانت حلقتنا النهارده، حلقه سمك على السريع، النجريسكو بالسي فود مع صوص الريحان بالطماطم ومع صوص البشاميل بالجبنه. وكان معانا كمان سلطه الباذنجان بالطحينه وبصل الاخضر ومدفونه حنشان بالرز الصياديه. وكان معانا كمان سمك القاروص بالزيت والليمون. بكره ان شاء الله حلقه جديده ويوم سعيد ان شاء الله. السلام عليكم.